اتفضلت وقلت بالفعل حزب الشعب الجمهوري أنشئ في شهر سبتمبر شهر 9 2012، وكان أحد أهم أهداف أو أسباب إنشاؤه أنه نشأ كحزب معارض عندما 2012 سنة الإخوان بالضبط، يعني ذهبت السلطة التشريعية في مطلع هذا العام إلى الإخوان، وكان لدينا أمل في السلطة التنفيذية. وفي شهر 6 منتصف عام 2012 عندما ذهبت السلطة التنفيذية إلى الإخوان، وكان لدينا رؤية، وكنا دائما لدينا قناعة حقيقية أن لديهم فقر في الرؤية وفقر في الكوادر، ولا يستطيعوا أن يديروا دولة بحجم مصر أبدا. فجاءت الفكرة أن احنا نكون إيجابيين، وأن احنا نحاول ننشئ حزب ويكون حزب معارض. وكان شديد المعارضة، وفعلا من اليوم الأول بعد حلف اليمين بدأنا نجمع التوكيلات، وانتهينا من جمع التوكيلات في أقل من شهرين. حلف اليمين لمين؟ لمحمد مرسي. خلاص عندما علمنا وتأكدنا أن السلطة التنفيذية ذهبت إلى الإخوان أيضا، إذن خلاص لا مفر، إما أن نلم حاجتنا ونطلع بقى نشوف لنا حتى نعيش فيها، لأن كان هناك خطورة على هوية مصر، وإحنا عايزين ولادنا يتربوا ويعيشوا بالهوية المصرية اللي إحنا اتربينا وعشنا فيها. عظيم. عشنا بيها. ومن هنا جت فكرة التأسيس، وسيادتك كنت بالزبط. أول المؤسسين. بالضبط يا فندم. بالضبط. بعد ثورة 30 يونيو كيف كان نشاط الحزب؟ نشاط الحزب بدأنا بقى، إن إحنا كنا لم نكن نتخيل أن تأتي بهذه السرعة. يعني تخيلنا أن إحنا حنعاني سنوات طويلة في هذه المعارضة وفي هذه المخاطرة اللي إحنا أخذناها، وكنا قابلين للشرطة من الأول وعارفين أن هناك مخاطرة في هذا العمل، بالذات في المعارضة الشديدة التي هي ليست معارضة برامج وإنما هي معارضة للنظام. فمعارضة النظام تفرق عن معارضة البرامج، يعني لما عارض حزب الحرية والعدالة حاجة، ولما عارض النظام بأكمله دي حاجة تانية خالص. فطبعا تبقى مخاطرة عالية جدا، ولكن ربنا كرمنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع آنذاك. وهذا الرجل كان وما زال وسيظل بطلا قوميا في نظرنا، لأنه أنقذ مصر وأنقذ هوية مصر من الانزلاق إلى هوية لا، يعني ليست هي هوية الشعب المصري ولا هوية الدولة المصرية. عظيم. كان إيه بقى نشاط الحزب ابتداء من 2014؟ 2013 بعد نجاح ثورة 30 يونيو وإعلان 3 يوليو، إحنا هنا بدأنا بقى نتجه إلى أن إحنا نشوف إيه الأهداف الأخرى. خلاص يعني أهم هدف وتحقق، خلاص وتحقق بسرعة. كان أهدفنا الارتقاء بالحياة السياسية المصرية الحقيقة، وبشكل عاقل، يعني مش بشكل أصل. الديمقراطية هي مسار قبل أن تكون قرار، يعني مسار ولازم كلنا نمشي، ما ينفعش ندوس على زرار ونقول النهاردة هنبقى ديمقراطيين، لا، ده لازم فيه بنية تحتية، وأهمها هو الارتقاء بالحياة السياسية المصرية. فلابد أن احنا نمشي واحدة واحدة ونبتدي نعمل أيديولوجية حقيقية في الشارع، ونكرس العمل الحزبي، لأنه لا ديمقراطية بدون عمل حزبي. ولكن العمل الحزبي أداؤه عامل إزاي؟ إذا كان أداؤه يعني مثل ما رأينا في العقود الماضية، هو والعدم سواء. لكن إذا كنا هنقدر نرتقي بالحياة السياسية والمواطن شريك في هذا أيضا، لأن برضو هي مش على عاتق الأحزاب ولا على عاتق التنظيم. أنا بقى بسأل عن إيه اللي عمله الحزب في الحزب. جالنا الاختبار الانتخابي مبكر جدا طبعا، وكان الطبيعي خاصة مع عمر الحزب يعني. بالضبط. فكان ولم ما كانش حتى استكمل تنظيماته وتشكيلاته، كان معظم تشكيلاته كانت عشوائية. يعني لأن الوقت كان قصير جدا، كنا لسه لم يكتمل التنظيم والعمل المنظم لهذا الحزب. فالحقيقة كان الطبيعي ان احنا نحجم عن خوض، ده الطبيعي، اي حزب بيجيله اختبار انتخابي مبكر مش مستعد يحجم عن خوض. ولكن الحقيقة اللي نفعنا أن المنافسة كانت ضعيفة، فاعتمدنا على ضعف المنافسة. يعني ما أقدرش أقول اعتمد أن احنا كنا أبطال وأن احنا كنا يعني لا. أنت بترى أن الانتخابات البرلمانية السابقة كانت المنافسة فيها ضعيف بالتأكيد، وبالتالي وعشان كده وجدنا برلمان لم يكن فيه حزبا حاكما، وإنما اضطرينا إلى ائتلاف برلماني. يعني احنا نسمع عن ائتلافات حكومية، لكن لا تسمع عن ائتلافات برلمانية لأداء برلماني.
إن نسمع عن إن أحزاب بتتجمع مع بعضها لكي تشكل أغلبية لكي تشكل حكومات ائتلافية، لكن إحنا النظام رئاسي، يعني أقصد برلماني يعني رئاسي. حتى وإن حدثت تحدث أثناء الانتخابات لكن لا تحدث أثناء الأداء البرلماني، اسمها تحالفات وليس ائتلافات، بتبقى تحالفات انتخابية. فالحقيقة إن نتيجة ضعف المنافسة في 2014 و2015 كان هو الدافع الحقيقي، وحتى إحنا ما كناش ظاهرين ولا كنا بالحجم اللي يخلي قائمة زي قائمة في حب مصر أن تنظر إلينا. فحتى ما حدش طرق على أبوابنا في قائمة في حب مصر، لم تشتركوا فيه، لم نشترك فيه، إحنا خدناها كلها فردي، خدناها فردي. فكانت هي دي شهادة يعني ميلاد الحزب، صحيح استحقاق يعني. صحيح ومكتسب بشكل شرعي وصحيح ويعطي انطباع بأن له بعض التواجد على الأرض.